football heritage. شو اختراع جديد ها؟ ارث كروي؟ شو ارث كروي؟ اختراع جديد؟ مورينيو بده يحط الحق على فان خال؟ عادي مستعد يحط الحق علينا ومش مستعد يحمل حاله المسؤولية في الخسارة. طيب the last time Manchester United يا حبيبي in 2013 ايش دقيقة شو قال؟ in 2013 انتو 2013 دقيقة بانجليزي دي يا مرسي ميهو اصحى من الاقو مين الحمار اللي معطيك شهادة الترجمة انتو 2013 وانتو 3 وهاي بنسمع كلمات جديدة من المشكلة هسه بضحك عليهم بقنعهم انه ايش انه ما عليش شوف اذا مفاهم اهلي فاهم اهلي بتطخ قاعد على جماهيرك وكنت قاعد على مقاعد البدلاء رجعنا ل 2014 من الضحك مشان الله والله اقول لك خدام الجيراننا بتحكي انجليزي احسن منك شاطب اللغه الانجليزيه خلى تصنيفها جنب تصنيف دوله كمبوديا انت 2014 انت 2015 مشان الله بتطلع عليهم قاعد صفن مش طبيعي ما فهموا عليه انتوا ما حدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله انت مترجم بدك مترجم بقول ليش من الترجمه راعي التدريب شطب في الترجمه انت 2013 وشطب بالتدريب بس كل الحق على الامطر والله كل الحق على الامطر لك بني ادم in 2016 منيح انه حكى 2016 منيح انه حكى 16 زي العالم ولا طلعت معي شيء ثاني او 2017 play Europa لا بس حملنا جميلة انك فزت فيه وانت فزت فيه فزت على ولدي بدناش شو اسمه خلي الواحد ظل ساكت اياكس امستر طام السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها طب انت ليش تحكي هذا ترى عارفينه يعني اقسم بالله بنعرف هذا الحكي هذا بده يرجع يحط الحد على المدربين اللي قبل الكره ولكن انا بشكله والله بدي اطحنك انت توزن طرطي انا عايز جمله مفيده مش لو ضليت بالترجمه احسن لك ابعد عن الفضول ابعد عنا مشان الله ابعد عنا هذا منيح ما بعلك زي السير اليكس فرنينغ سير اليكس فرنينغ ايش فيه السير بطل يطلع معي كنت احكي زي اللبلب السير اليكس فرن مدرب مانشستر في الزمانات ابو علكه ابو البعلك تخيل انت بتعلك زيه كيف تحكي 2014 in 2013 in 2003 1 2 3 1 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3